يا اخي بتحسن حبايب الشعب الاردني بحب الشاورما كثير. اه بي شو بحب الشاورما. شاورما الدجاج من نبيل بيجي بالكياس، وطبعا بيجي كيترينج سايز وزن كيلو. منقوع جاهز، بتطلعوه بس قبل ساعتين ثلاث من الفريزر، بتحطوه في المطبخ بذوب معكم. طريقة طبخه بالفرن 180 لمدة ثلث ساعة. حلو. ما تكثروا كل مرة لما تقلوا شاورما دجاج، هيك كمية بسيطة، مشان ايش؟ أيوة. تظل هيك مزهزها. حلو. تظل مزهزها. حلو. حلو. ايوه هات. حلو. عندي كيلو كامل، طلع ابو طه، عندي كيلو كامل. الله. شويته وجهزته في المقلاة، شاورما نبيل دجاج صافي. تخيل لو دجاج صدر دجاج صافي. كان آه. كان راحت، كان راحت. شم الله. آه شم 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 شم. شو رأيك؟ الله الله. طول بالك طول بالك طول بالك. انت راجل كويس. والله صراحه نبيل اللي كويس. طلعوا لي معلقه. طيب الان بدنا نعمل طبق اليوم كثير فانسي للسحور. كثير ايش يا حبيبي؟ فانسي يعني مرتب مرتب فخم. فانسي اذا كنت عازمه حماتك وبدك تعزيها سوي لها الطبق. الحل عند الشيف الدور. ترضى عليكي. اول شيء في عندي خس بلدي فارمو غاسله نقيه مصفيه على كيف كيفكم. لا بدنا نسوي دريسنج، فمنضيف من المايونيز وطيبة لأطيب قلب. معطين في علب عندهم عندهم 100 جرام زيادة. شار الخير زاد الخير يعني. وكمان جزء من ريعه عم نروح لمركز حسين للسرطان، مرضى الأقل حظا. أقل حظا. نعم. نفتح العلبة. الله عليك يا أبو عون. شو وضعك؟ حكي لي شو وضعك؟ أنا قاعد بس أسوي هذول هيك. آه. بتسلى عليهم بس ما بعرفش ليش يعني، بس إنه نتسلى عليهم. تنساش كمان في عنا لحم وعنا دجاج شاورما. اسمع. بنحطهم شوية ثوم من عصير الليمون، شوية خردل ديجون، ماشي، والكثير من جبنة البرميزان. الله. هذا الدرسينج. الله. شوية فلفل أسود. يعني. كمان شوية ملح. نبلش نخلط ونجهز الدرسينج. طيب الدرسينج عملناه. الدرسينج عملناه وشاورما دجاج من نبيل شويناها. منضيف الآن هذا، منضيف الخس. يا سلام يا سلام. هاي الخس مغسول هيك على كيف كيفك. يا عيني عليك. منضيف من جبنة البرميزان. يا عيني عليك يا عيني. ومنضيف من هالخبز المحمص. الله. الكرتون. ورايح أضيف نص كمية الشاورما. أيوة على السلطة. آه طبعا. أيوة. هذه سيزر سلط بالشاورما. يا سيدي. اسمع. لا انسى الموضوع. انا صراحه كل اعلامي برا، صاير كل اعلامي برا، فكش اعلامي هون. انا انتبه. ها والله اللهم اني سامع بعون. بتحط قدامي من هال. يا الله ما اسكى الريحه، ما اسكى التحويجه تبعت هالشاورما. يا سلام. الله. طلع 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 طلع. بدنا كل حبه خس وحبه شاورما تبين، تتبل بهالتتبيله. تعالوا لي هون. يلا يا تخيل ينزلوا لعندك. ها تعالوا لي هون ينزلوا لعندك. مين بتحكي؟ تعالوا لي لهون. اه شيخ اختيار بس تضيع. شايف شايف يعني. يا سلام. انت مركز. يا سلام. اعطيني بالله شويه شاورما هون. اعطيني شويه شاورما بالله عليك. اعطيني شويه شاورما هون. هيك ايوه ملعقه كامله حط لي اياها على الوجه. حط حط حط. بسم الله. ايوه 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 ايوه. حط 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 حط. الله 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 الله. احلى سلطه، احلى سلطه شاورما يا عيني من نبيل. عيني. سيزر سلط والشاورما. ممكن هيك بس. الله 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 الله. امسكها. خلص روح. طلع يا جماعه طلع. اللهم اني صائم. لسه بدي اعطيك كمان شويه دريسنج على الوجه كمان. لسه انا انسطلت ولا في عاده؟ لا انت انت انسطلت. حلو جميل. راح جميل.